اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. مساء الاثنين موعدنا مع حصة التاريخ والاستاذ الدكتور وسيم السيسي. والنهاردة الحقيقة حصة التاريخ انا في رأيي المتواضع انها واحدة من اهم الحصص اللي يجب ان تنتبهوا اليها، لانها متعلقة بتاريخ القضية الام او قضية القضايا التي نتصارع فيها في الشرق الاوسط، الصراع العربي الاسرائيلي. حصة التاريخ النهاردة استاذ دكتور وسيم هيحكي لنا فيها تاريخ الكيان الصهيوني من مش بس 48، من ساعة ما كان مجرد فكرة ومؤامرة وخطة إلى أن أصبح للأسف الشديد واقع دلوقتي نتعامل معه. أستاذ دكتور وسيم مساء الخير ومشرف ونور آخر النهار. مساء النور، أهلا بيك. أهلا بيك. حضرتك متفق معايا النهاردة حصة مهمة جدا طبعا، ما ينفعش حد يتخذ فيها غياب طبعا، كلنا لازم ننتبه وكلنا لازم نعرف ونقرا التاريخ عشان نعرف نتعامل مع الحاضر. تمام. كيف بدات القصه؟ هي بدات بواحد كان امه بريطانيه وابوه الماني اسمه ويليام هيشلر، وهو كان مسيحي بروتستانتي، انما هو اللي علم ودرس تيودور هيرزل ازاي ان يبقى لازم يبقى في وطن لاسرائيل. وفعلا اول في مؤتمر بازل في سويسرا 1897 تيودور هيرزل، وكان هو رجل علماني يهودي، الرجل ده هو قال لابد ان يكون لاسرائيل يعني وطن بعد 50 سنة. الشيء الغريب ان من 1897 لغايه 1947 يعني 50 سنة بالضبط كان هناك التقسيم، وسنة 48 كان هناك إعلان دولة إسرائيل. يعني 50 سنة بالضبط زي ما قال. كان هو يعني صحفي كبير ورجل إعلام كبير، وكان بيصدر مجلة اسمها جاكوب فايس اللي هي صوت يعقوب، وجوس كرونيكل جو من اللي هي اليهود دايما طبعا، وهيشلر لأنه كان مدرس لأبناء فريدريك الثاني الدوق بتاع ألمانيا، فكان عارف كل ملوك أوروبا، فعلم أو عرف تيودور هيرزل على كل ملوك أوروبا، وابتدى هيرزل يزورهم ويطلب منهم دعم الفكرة قطعة صغيرة. بس كان هيرزل بقى في رأيه في أي مكان. يعني حاول أن ياخد حتى في الأرجنتين، رفض. في موزمبيق كانت أيامها خضع الملك بلجيكا، رفض. زار حب يزور القيصر بتاع روسيا فرفض مقابلته، وخلى وزير المالية يقابله قال له عاوز ايه، قال له احنا عاوزين بس قطعة صغيرة في اي مكان عشان نلم اليهود فيها وبتاع، وخصوصا يا ريت يكون في فلسطين. فقالوا ده مش ممكن. قال له ازاي؟ كان ايامها بقى طبعا فلسطين خاضعه للولايه يعني الحكم العثماني التركي. مظبوط. فحب يلعب على الحته الدينيه، فهرزل قال له اتقبل ان يكون قبر السيد المسيح تحت ايدي المسلمين ولا يكون تحت ايدي اليهود؟ فرد عليه وزير الماليه وقال له اقبل ان يكون قبر السيد المسيح تحت ايدي المسلمين من ان يكون تحت ايدي ام ملعونه مثلكم، وتفضل امشي اخرج بره بقى. وطرده. ده وزير الماليه. ده في روسيا بقى، في روسيا، روسيا القيصريه. أيوة. انما بقتش الا بعد سنه 1917 بعد الثوره البلشفيه. صح. بعد كده راح لمين؟ للسلطان عبد الحميد الثاني. وطبعا كانت الدنيا كلها تحت ايديه بقى، صح، الحكم العثماني. قطعه صغيره، وكانت بقى الكلام ده بقى راح سنه 1900 بالظبط. كانت ايميها تركيا يعني هزيمه منكره من اليونان، فراح له تيودور هيرزل قال له شوف 230 ليره ذهبيه هحطها في حسابك، هنعيد بناء الاسطول اللي حطمته اليونان ب كان قال له يوميها 130 مليون دولار، مليون ليره ذهبيه، وهنبني باسمك جامعه في القدس وتبقى جامعه اسلاميه وباسم.
فايه رايك؟ قال له ولا بوصه واحده اديها لك وامشي اتفضل. ده السلطان خرج. عبد الحميد ده السلطان عبد الحميد الثاني. وخرج تيودور هرزل يقول لن تقوم لاسرائيل دوله الا اذا سقطت الخلافه العثمانيه، وبرضو قبلها قال الا اذا سقط الاتحاد روسيا القيصريه. هم كانوا راس خطه بالمناسبه دائما. تمام يعني. راح بعد كده بقى حاول بقى مع انجلترا وحاول بقى مع ملك بلجيكا وبتاع، ما فيش فايده. مات بدري عن سن 44 سنه، سنه 1904 تولى من بعده حيم وايزمان. هرتزل مات 1904، كان من مواليد 1860، عاش 44 سنه. كويس. صغير يعني. تولى من بعده حيم وايزمان اللي هو بعد كده اصبح اول رئيس لاسرائيل سنه 1948، بعد ما اسرائيل طلبت من البرت اينشتاين ان يكون رئيسا لها، قال لهم العلم لا وطن له ولا دين، ورفض. كويس. فمين بقى هو حيم وايزمان؟ حيم وايزمان كان عالم كيمياء خطير يعني. قال ايه لازمته ان تيودور هرزل يطلب من هنا ومن هنا، والارجنتين واوغندا، طلب اوغندا كمان رفض برضه. كذلك هي فلسطين ما فيش غير. قالوا له اشمعنى؟ قال لهم لسببين. ارض الميعاد بالنسبه للعوام اليهود اللي موجودين في كل حته في العالم، والحاجه الثانيه ان فيها البحر الميت. قالوا له اشمعنى البحر الميت؟ قال لهم هذا هو الميت الذي سيهب اسرائيل الحياه. ازاي؟ قال لهم قدرت ثروته من البوتاسيوم كمخصب زراعي، فوجدتها انها تكفي للعالم لمده 100 سنه للامام. حيم وايزمان. حيم وايزمان تحالف حيم وايزمان بعد ذلك لما ظهر سير هنري كامبل بانرمان اللي كان رئيس وزراء لإنجلترا من 1905 ل 1908، عمل حاجة خطيرة جدا هي نقطة تحول. سنة 1907 سير هنري كامبل بانرمان دعا وفود 7 دول أوروبية. في ايه؟ قالهم في منطقة ثرية جدا، غنية جدا، شعوبها جهلة جدا، بيتناحرون ويتخاصمون وهو لآخره. الخطورة بتاعتهم ان هم اذا استقروا تقدموا، واذا تقدموا خنقونا. قالوا له يعني ايه؟ قال لهم قناة السويس شمالا، باب المندب جنوبا، مضيق هرمز شرقا، جبل طارق غربا. ايه المطلوب؟ قال لهم نخلق في وسطهم كيان ما يديلهمش فرصه للاستقرار. الكلام ده سنه 1907. ومين بقى معاه؟ حيم وايزمان. حيم وايزمان. على شرط ان يكون هذا الكيان يدين بالولاء لينا دائما وابدا، وان يكون هذا الكيان وظيفته ان ما يديلهمش فرصه للاستقرار. دي وظيفته الاساسيه، ونحن نضمن له كذا وكذا وكذا. مرت الايام، جت الحرب العالميه الاولى 14 18، 1914 1918، 1914 1918. في طبعا كانت الحلفاء انجلترا واللي معاها، والمحور المانيا واللي معاهم، كان معاها الخلافه العثمانيه اللي هي تركيا، وكان معاهم ايطاليا، وكان ف طلبوا من حيم وايزمان، اللي طلب منه بقى لورد بلفور كان وزير خارجية، قالوا شوف احنا على استعداد ان احنا، هي اسرائيل تحت فلسطين تحت ايدينا وهنساعدكم فيها، بس احنا طالبين منكم 3 حاجات. قال له ايه؟ قالوا سقوط المانيا. قالوا ازاي؟ قالوا انتوا اللي ماسكين الطاقة في المانيا كلها، امسك ايدك تقع المانيا. وده سر كراهية هتلر لليهود. لانه كان في الحرب العالمية الاولى جندي، واتأثر واتبهدل واتجرح، وكان قارئ جيد جدا. وعشان كده حتى في كتابه مون كيف يقول انهم اساتذة في فن الكذب اليهود. وكان يطلق عليهم اليهود الشيوعي، لان هو يعني هو طبعا فيما بعد، الكتاب ده كتب فيما بعد، فعرف ان هم كانوا وراء الشيوعية التي كانت في سقوط روسيا القيصرية. المهم سقوط الخلافة العثمانية، سقوط روسيا القيصرية، سقوط ألمانيا، ونجحوا في هذا. سقطت ألمانيا لما
اليهود الألمان مسكوا ديهم عن الثقف وقعت، وروسيا القيصرية الثورة البلشفية اللي قام بيها كارل ماركس يهودي، انجلز يهودي، تروتسكي يهودي، لينين أمه يهودية، كلهم يهود من الأول آخر، وقعت روسيا القيصرية. والخلافة العثمانية كان وراها كانت في مقاومة شديدة جدا، انجلترا ساعدتهم بأنها خطفت آخر الخلفاء في الخلافة العثمانية وكان اسمه وحيد الدين. وحيد الدين خطفوه في البريجة ملايا إلى مالطا، وحتى في الوقت ده كان في سرقات كثيرة من مقبرة توت عنخ آمون، فأمير الشعراء بيخطب لورد بلفور، لورد كارنرفون اللي هو كان بيمول هوارد كارتر واكتشافه المقبرة، فبعدين بيقول له انتوا الناس كلها زعلانة لأن بيقولوا ان كنتوا بتسرقوا حاجات من المقبرة، بس ما تصدقش الكلام ده يعني وما تخليش على بالك، بس الناس برضو بتقول ايه انتوا سرقتوا الخليفة حي اللي هو وحيد الدين، مش هتسرق توت عنخ آمون وهو ميت. فبيقول له اخا لرداتي سمعت لغوا فعذرا للغضاب المحنقين، يقول الناس في سر وجهر وما لك حيلة في المرجفين، أمن سرق الخليفة وهو حي يعف عن الملوك مكفنين؟ ده أنتوا سرقتوا الخليفة حي اللي هو وحيد الدين، مش هتسرق توت عنخ. وفعلا بعدها بستين سنة حفيد اللورد كارنرفون قال فتحنا غرفة في قصر جدي وجدنا بها مقتنيات كثيرة من مقبرة توت عنخ آمون. يعني الكلام ده صح، كانت 5000 قطعة صفصفت على 3000. كويس. المهم جاء بقى سنة 17، من لا يملك أعطى لمن لا يستحق اللي هو وعد بلفور لورد لحييم وايزمان، وابتدى بقى جيمس بلفور أعطى وعد لحييم وايزمان من لا يملك ومن لا يستحق، مفهوم. وابتدت إنجلترا تشجع الهجرات إلى فلسطين، وقامت ثورات عنيفة جدا من الفلسطينيين، ما تصدقش اللي بيقول لك باعوا وما باعوش والكلام الفارغ ده كله. درجة ثورة عارمة من الفلسطينيين كانت سنة 1939. يعني كان ثورات. المهم في عز مجد انجلترا قامت ثورة عارمة، ثورة 19 من مصر. انجلترا بقى تقول الشعب ده ما ازاي وانا في عز مجدي ده كله، اخرجوا من بلادنا ايها القراصنة، الاستقلال التام او الموت الزؤام، نحل الناس دي ازاي، نعمل ايه؟ فقالوا نلعب، ما فيش بقى غير الطريقة بتاعتهم اللي هي ديفايد ترول، فرق تسد. هم في الهند قسموها اتنين، هند وباكستان، مصر بقى نقسمها اتنين، مسلمين ومسيحيين، ولكن اصطدموا يعني بالوحدة، الوحدة الوطنية، هذا الشعب الوحدة الوطنية، لدرجة ان لورد اللي هو لورد كرامر قال اقبط مصر اعداء لنا ولا بد ان نبادلهم عداء بعداء، وراح طارد كل المسيحيين او الاقبط في مناصب عليا وصغرى واستبدلهم بالمسيحيين السوريين، وقال انت لا ما تقدرش تفرق في مصر بين المسلم والمسيحي لان هذا يذهب الى الجامع يوم الجمعه وذاك يذهب الى الكنيسه يوم الاحد، انما شعب واحد من قبل التاريخ وحتى الآن، وده صحيح. تمام. اعتنق الأمونية ثم المسيحية ثم الإسلام، بس باستثناء المسيحيين الموجودين دلوقتي. المهم فيعمل إيه؟ كان في الوقت ده رشيد رضا، خده وطلع، اللي طلع من تحت باطه حسن البنا، وحسن البنا اسمه حسن السعاتي، البنا دي واخده من البنائين الأحرار، لأنه كان عضوا في الماسونية، واللي قال الكلام ده عباس محمود العقاد، وأنه يهودي مغربي أصلاً. جابوه وادوا له 500 جنيه يعني 5 مليون على الاقل دلوقتي، ووظيفته هو تقسيم هذا الشعب يعني بتاع على اساس هي مبداهم كده. دول الانجليز. الانجليز طبعا. الانجليز هم اللي مولوا حسن كان اسمه حسن السعاتي. اسمه حسن السعاتي. اللي هو بعد كده ما عرف بس حسن البنا من البنائين. اللي هو مؤسس جماعة الاخوان. مؤسس جماعة الاخوان، وهو اللي عمل الجناح العسكري، هو اللي اغتال احمد ماهر. باشا اغتالوا، نقراشي باشا اغتالوا، والخزندار القاضي بتاع حلوان عشان حكم على واحد ولا اتنين منهم بسنتين ثلاثة اغتالوه في وسط عياله، وعبد الناصر حاولوا اغتياله، والسادات اغتالوه، جناح عسكري يعني. وحتى انا
من كام سنة كده قابلت هاني النقراشي ابن محمود فهمي النقراشي، كنا في التلفزيون يعني، وبعدين بقول له أنا معجب والدك قوي. قال لي ليه؟ قلت له راح مجلس الأمن وخاطب الإنجليز وقال لهم أيها القراصنة اخرجوا من بلادنا. زعل كده وقال لي ما هي لي سبب اغتياله ده من هاني لي أنا مش من حد تاني. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي اوعز لحسن البنا بان يغتال ابويا. فيعني مفهوم. المهم نيجي بقى للمؤامره بعد كده. هو سنه 47 تم التقسيم، سنه زي ما حضرتك قلت ان كان 80% في التقسيم، انما طبعا رفض. وبعد كان الدخول الحرب بتاع سنه 48 دي غلط، لان يعني اولا كان عدد كل الجيوش العربيه 20,000، وبعدين هم كانوا 60,000، وبعدين كلهم ناس طالعه من تدريب من الحرب العالميه الثانيه، يعني شطار في الطيران والدبابات، وبعدين دي جيوش لا دربت ولا اي حاجه. صح. فكان يعني قرار خاطئ يعني ان هم دخول حرب 48. دخول حرب 48 دي ما كانتش حرب متكافئه ابدا زي 67. صحيح. هي لا حرب متكافئه ولا بتاع، ما فيش جيش وصد جيش، كانت بس. المهم فأعلنت بقى دولة إسرائيل سنة 48. الغريبة بقى في الخمسينيات من القرن الماضي في مذكرات لموشي شارت وزير الخارجية مع بن غوريون، قال له إحنا قطرة في محيط من الكراهية، ولا يمكن أن تكون لإسرائيل اليد العليا إلا إذا دمرنا ثلاث دول حوالينا، مصر، سوريا، العراق. قال له إزاي؟ قال له نحولها إلى دويلات متناحرة على أسس دينية وطائفية. قال له مش هنقدر. مين اللي بيقول لمين؟ موشي شارت وزير خارجية بيقول لبن غوريون. كويس. كان هو رئيس الوزراء في الوقت ده. اه. فبيقول له احنا لازم ندمر الثلاث دول دي عشان نقدر نسود. نسود. قال له مش هنقدر. قال له لا، ده احنا هنعملها دويلات متناحرة على أسس دينية وطائفية. قال له مش هنقدر. قال له نجاحنا لا يعتمد على ذكائنا بقدر ما يعتمد على غباء وجهل الطرف الآخر. جمعنا. أوف. فرد عليه بن غوريون قال له ربما ننجح في العراق لأن بها شيعة وسنة، وفي سوريا لأن بها شيعة وسنة وأكراد ودروز وعلويين، أما في مصر فالكتلة الصلبة من المسلمين والمسيحيين يصعب تفتت، ولكننا سنحاول معه. ده الحاجات اللي بنشوفها. أيوه. دي كلها أصابع صهيونية، حاجات اللي بنسمع عنها دي وبنشوفها في الصعيد وبتاع، أصابع صهيونية. يا خبر أبيض. المهم إنما دي المحاولات بتاعتهم يعني وبتاع. ف وهم نجحوا في هذا يعني. نيجي بقى يعني ننط على برنارد لويس. برنارد لويس ظهر سنة 1980، ده اتولد سنة 16 اللي تم فيها التقسيم بواسطة مارك سايس أند جورج بيكو. صح. فايت سايس بيكو. اللي هي سايس بيكو ده. سايس بيكو تم فيها التقسيم، كأن في هذه السنة ولد برنارد لويس حتى سنة 1980 يبتدي يقسم المتقسم ويكمل التفتيت والتقسيم بتاع هذه المنطقة. طيب خلينا نقف عند النقطة دي يا دكتور. اوكي اتفضل. لأنه مرحلة تنفيذ سايس بيكو بعديها بسبعين سنة من خلال هو ده يكمل 1980 دي نقطة فارقة كمان في الصراع العربي الإسرائيلي. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل القصة والحكاية. أهلا وسهلا بحضراتكم، حصة التاريخ لسه مستمرة بعد الفسحة البسيطة دي في الفاصل. دكتور وسيم حكالنا في الجزء الأول من هذه الوثيقة التاريخية كيف خططت إسرائيل وكيف تم التآمر على هذه المنطقة العربية المسمى بالأراضي الفلسطينية ودولة فلسطين لاغتصابها وإحلال إسرائيل مكانها، مرورا بكل المفاتيح اللي ساهمت من أول تيودور هرتزل ثم بعد كده وايزمان ثم وصولا إلى برنارد لويس 1980، وهنا توقفنا في الحكاية. برنارد لويس دارس كويس قوي يعني المنطقة ده، هي كويس جدا، وهو بريطاني المولد وخد مع الجنسية بتاعته الجنسية الأمريكية ودرس وعلم وبتاع، ودرس كويس قوي للعرب وتاريخ العرب و لآخره، وله أفكار شريرة يعني أي حد يطلع على تاريخه يقدر يقراه. في سنة 1980
تقدم بمشروع لبريجينيسكي مستشار الأمن القومي الأمريكي لجيمي كارتر في أمريكا. في أمريكا. وهذا المشروع بيقول فيه إيه؟ بيقول إن كل دولة من الدول اللي موجودين على الخريطة دهين هنعمل شرق أوسط جديد بحيث إن كل دولة نقسمها. يعني مثلا أي حد يقدر يطلع يكتب بدا الشرق الأوسط الجديد وبرنارد لويس هيشوف الحاجة الداية. فهيجد إن مقسم العراق إلى دولة شيعية يا شباب. دولة شيعية في الجنوب وعاصمتها البصرة، دولة سنية في الوسط عاصمتها بغداد، دولة كردية في الشمال عاصمتها الموصل. هي الصورة اللي فيها برنارد لويس. هنجد ان هو مقسم مصر نفسها. دولة مسيحية في الشمال عاصمتها الاسكندرية. ومن جنوب الدلتا حتى ثانية واحدة بس الدكتور عشان يبقى ماشيين والناس ما يبقى معانا على الخريطة. الصورة اللي مكتوب فيها الشرق الاوسط الجديد اللي فيها صورة برنارد لويس. هي صعبة يا شباب كده؟ يلا يا جماعه. اتفضل يا دكتور. انا اسف. لا العفو. مصر مقسمها الى دوله او دويله مسيحيه عاصمتها الاسكندريه. دي اللي هي الخريطه اللي على اليمين بتاعت انتوا قدامكم الصوره اهو فوق، صوره برنارد لويس اللي ولد 1916 مات 2021. ده مشروع القرار اللي قدمه 1980 قدمه البرجينسكي مستشار الامن القومي الامريكي في عهد جيمي كارتر الرئيس الامريكي. تحت صورتين او خريطتين، الخريطه اللي على اليمين دي الخريطة اللي هو مقترحها لمصر بعد تقسيمها. تقسم الى دولة مسيحية عاصمتها الاسكندرية الشمال. من جنوب الدلتا حتى اسيوط، دولة سنية عاصمتها القاهرة. شرق الدلتا هم بيقولوا ارض جاسان اللي كانوا فيها قبل كده. مع سيناء دويلة فلسطينية تحت الادارة الاسرائيلية. يا سلام. يعني حتى مش لوحدها، لا تحت الإدارة. من أسيوط حتى شمال السودان دويلة النوبة وعاصمتها أسوان. خبر السودان. سوريا كذلك، السعودية كذلك. السودان قسمها برضو، جنوب السودان تنفصل وتبقى دولة مسيحية عاصمتها جوبة، وسط السودان يبقى دولة سنية عاصمتها عاصمتها الخرطوم، شمال السودان حتى أسيوط دولة النوبة وعاصمتها أسوان، دارفور تنفصل، وشمال السودان ينفصل. ده اللي فكر فيه كله بيحصل الكلام ده سنة 80. ما عدا الحمد لله مصر، يعني مصر. ما عدا الحمد لله مصر اللي ربنا وحده أنقذها من هذا المخطط الآثم. يعني بالظبط كده. عشان كده الغرب تلاقيه بيغلي مننا عشان احنا قمنا بقى ثورة 2013 اللي أفسدت المخطط ده. هم حلمهم. إنما مش ممكن مخزون الحضاري اللي مصر تتمتع بيه ووحدة شعبها اللي يقدر يتغلب على الشيطان نفسه. مش ممكن. طيب. إنما ده حلمهم. دي خطة برنارد لويس. دي برنارد لويس. اللي اسمها الشرق الأوسط الجديد اللي قدمها البرجينسكي. اللي هم كانت الست كونداليزا رايس اللي كانت بتقول الجائزة الكبرى هي مصر بعد ما نجحوا في العراق وسوريا. صحيح. وليبيا واليمن. يعني فضل إيه؟ هاتوا بعديها الصورة بتاعت كونداليزا رايس. انتوا يا جماعة يعني أسرع بس شوية. الشرق الأوسط يعني كان مسميها الربيع العربي اللي هي الخراب العربي. اللي هم الخراب العربي. تمام. او اللي كان بتسميه الفوضى الخلاقه. تمام. موجوده ده هي كوندوليزا رايس اللي ولدت 1954. صورتها موجوده على الشاشه. ايوه. حضرتك شايف ان دي كان ليها دور خطير. طبعا طبعا. امريكا اصل ايه؟ هي امريكا لوحدها غلبانه، انما الذي يحكم امريكا هي الصهيونيه العالميه. الصهيونيه العالميه لها مخالب خمسه. امريكا نمره واحد، انجلترا نمره اثنين، اسرائيل نمره ثلاثة، دوله تانية انا مش عاوز اتكلم عنها، الاخوان المسلمين نمره خمس.
هؤلاء هم المخالب مخالب بتاعت الخمسه الصهيونيه. بتاعت الصهيونيه العالميه. وانا ويكفي متهيألي عرفت انت انهي دوله اللي انت مش عايز تتكلم ويكفي عنها. ان احد اعضاء الكونجرس المسيحيين اسمه بول فيندلي طلع كتاب اسمه من يجرؤ على الكلام، وفي مقدمه الكتاب يقول اليهود في بلادنا يسيطرون على كل ما يسيطر على المعده والعقل والغرائز، ولم يعد باقيا لدينا في بلادنا الا ان نغير اسم نيويورك الى جو يورك. وجايب ارقام، نيويورك على سبيل المثال 8 مليون منهم 5 مليون يهودي. صح. الهاي كورت اللي هي اللي زاد دستوريه محكمة عندنا، المحكمه العليا، عدد اعضائها 9، 7 يهود منه. اوبا. امال ايه؟ الجهاز القضائي كله من محامين وقضاة 90% منهم يهود. من 100 سنة فاتت بنيامين فرانكلين قال سبب خراب أمريكا هيكون على دين اليهود. قالوا له ليه؟ قال لهم بصوا أولادهم كلهم بيدخلون كلية الحقوق، كلية الحقوق عشان يقدروا يحكموا البلد بعد كده بالقوانين بتاعتهم اللي موجودة. يعني الكلام ده أنا قلته في المقدمة النهاردة كان صح في فكرة إنه المواطن الأمريكي يستطيع أن ينتقد رئيسه ما عدا اللوبي الصهيوني او اللوبي اليهودي. بالظبط كده. ما يجرؤش والا يتهم بمعاداه الساميه ويروح ورا الشمس. طبعا 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 هذا صحيح. يا نهار ابيض. طيب بس لازم الناس يعني ليس كالتاريخ عبره وليس كالتاريخ درس. صحيح. يعني شوف انا لما نرجع خطوه بس كده اتفضل. الاحتلال البريطاني كان 1882 لمصر. لمصر. وكل ده لان عرابي بهدلهم في معركه الاسكندريه وفي ابو قير و الى اخره، وبخدعه مؤسفه من الخديوي توفيق ومعاه رئيس الحزب الوطني كان اسمه سلطان باشا وحبه خونه من الضباط كان منهم واحد اسمه علي يوسف المشهور بخنفس. عملوا خدعه حوالين لما تمركز هو في التل الكبير وقالوا له لا ده الانجليز بعاد وبتاعه، وفوجئ احمد عرابي بان الانجليز محوطين عليه، وكانت هزيمه عسكريه ولكنها كانت يعني مكسب لان مصر توحدت وراء عرابي في ذلك الوقت لدرجه ان الشيخ امبابي شيخ الازهر مع كيرلس الرابع رفعوا عريضه للباب العالي يطالبون بعودة عرابي وعزل الخديوي توفيق. المهم الشيء اللي حكم عرابي وخرج بعد المحاكمة وبعد النفي وعاش في اسكندرية لغاية سنة 1911. الغريبة انه مات 1911 بعدها بسبع ثمان سنين. العبرة هنا ايه بقى؟ ثورة 19 الافراد تموت ولكن الثورات لا تموت. الأفكار لا تموت. والأفكار لا تموت والكلمة لا تموت زي ما قلت في صحيح. الكلمة سلاح. كلمة سلاح صح. صح. فالثورة اللي بتاعت الفلسطينيين دلوقتي دي حتى إذا تغلبوا عليها وقهروها وإلى آخره إنما هترجع تاني. لأن وعلى أفظع. لان الاحفاد او الابناء اللي هتطلع تلقى اهاليها اللي راحوا دول بيتولد فيهم يعني طبعا لازم فهو الحل هو فعلا الدولتين. تمام. على الاقل طيب هنا في مشكله يا دكتور. ايه هي؟ حضرتك تفضلت دلوقتي انه مشكورا طبعا بروت لنا القصه منذ البدايه حتى النهايه رغم ان لسه النهايه لم تكتب. احنا لسه في طبعًا. المنتصف النهايه طبعًا. احنا اللي هنكتبها بايدينا ان شاء طبعًا. الله يعني ربنا يكتب لنا فيها النصر باذن الله. لكن حضرتك قلت دلوقتي ان العقل بيقول ان الحل في الدولتين. صح طبعا. ورغم ان ده اللي يبدو ان فيه العقل والمنطق والامان حتى لاسرائيل رغم ان احنا لا نبحث لهم عن امان يعني بس لو هم بيفهموا امانهم في كده ان هم يبقوا دوله ويدوا الفلسطينيين دوله جنبهم عشان يخلصوا من التهديد المستمر. لكن حتى ده هم مش مكتفين بيه يا دكتور. وفي القناعة الإسرائيلية وفي الكتب الإسرائيلية وفي الكنيسة الإسرائيلي حضرتك أدرى مني طبعا بإسرائيل حلم إسرائيل الكبرى يعني مش مجرد بس إسرائيل اللي موجودة دلوقتي ويبقى جنبها حتة فلسطين لا ده إسرائيل الكبرى اللي من النيل للفرات
وللأسف هم عندهم ميزة لازم نعترف بيها، ان هم لا ييأسون، بيحطوا احلامهم ومخططاتهم ويصبروا 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 لحد ما زي ما حضرتك تفضلت كده، هرتزل قال مش الاسبوع الجاي بقى ده، بعد 50 سنة، و50 سنة فعلا تحقق له ما اراد. فاحنا قدام دلوقتي مخطط مش بالاكتفاء بما اخذوه، ده عايزين ياخدوا بلادنا والعراق وبتاع، يبقوا هم اكبر دولة في الشرق الاوسط. الرد على هذا اولا هم عددهم كلهم في العالم 16 مليون، وهم في اسرائيل هنا 5-6 مليون، فهنا من الناحية العددية يعني لا. الحاجة التانية ان العالم بيتغير دلوقتي حتى على المستوى الاقطاب. يعني بعد حرب روسيا اوكرانيا دهيا العالم بيتغير. فيعني مش هتبقى يعني ما هي اوكرانيا دي كانت متباعة لليهود كلهم عن طريق ده اللي اسمه زيلينسكي ده. لان هو تبعهم وعشان كده هم بيساعدوه. ففي متغيرات عالمية كبرى يعني مش هتديلهم الفرصة دهيا. تمام. وبعدين هي دي احلامهم، وهي دي المؤسف ان يعني تفكيرهم بسبب القوة وبسبب التعضيد والمساندة بتاعة الولايات المتحدة الامريكية من ناحية، انجلترا من ناحية، والاخر. انما الدنيا بتتغير كلها من الاول لاخر. انما هو حل الدولتين هو اذا كانوا بيفكروا بعقلانية على انهم عاوزين يعيشوا في سلام، لان هو ده الحل. لكن الحلم بتاع اسرائيل الكبرى ده موجود عندهم، موجود. والخريطة بتاعتهم فيها الكلام ده، انما ده حلمهم. ده ما هو قال اتكلم عنها سيجموند فرويد في كتابه موسى والتوحيد، عقدة اليهود الازلية هي الحضارة المصرية القديمة، فاحنا عقدته من الاول لاخر. انما احنا بتوع سلام، احنا عقدتهم، احنا عقدتهم. طبعا طبعا، يعني طول عمرهم يعني من البداية خالص رعاة غنم، وشايفين ناس بتعمل كاتراكت اوبريشن وبتعمل اهرامات وبتعمل، طبعا دول لا. وحتى ما نقرا الكتاب بتاع سيلبرمان وفينكلشتاين، والاثنين علماء اثار والاثنين يهود، واحد منهم استاذ في تل ابيب يونيفرسيتي والتاني في نيو هافن في الولايات المتحده الامريكيه، يحكوا لنا ازاي من الاول لاخر انها حكايه الاكسدوس او الخروج دي، يعني ده كانوا بضع قبائل كانوا موجودين في عصر الهكسوس، ومصر طردتهم مع الهكسوس. واللي قال الكلام ده زعيف هرتزوغ استاذ الاثار في تل ابيب، قال اليهود لم يدخلوا مصر حتى يخرجوا منها، كانوا بضع قبائل مصر طردتهم، لم يدخلوا مصر حتى يخرجوا منها. تسللوا كحبه قبائل مع بقيه القبائل الاخرى، وكان اسمائهم الخبير والكنعانيين ومش عارف ايه وبتاع. ده حتى التطول اليهودي ده في ان هم مش بس بيسرقوا الارض، ده بيسرقوا التاريخ. وانت شفت بقى الدعاوى بتاعت احنا اللي بنينا الاهرام واحنا اللي بنينا مش عارف الايه. لا، لما سقطت بغداد كان تاني يوم بينهبوا المتاحف، ولما سقطت ادلب في سوريا كانوا بيسرقوا المتاحف، لان تيجي العراق تقول بقى حضاره اشوريه وبابليه، طب فين الدليل؟ ما عندها بقى. وادلب تقول حضاره فينيقيه، طب فين الدليل؟ هم طبعا. واللي ما يقدروش يسرقوه ومش هيعرفوا ينقلوه يقول لك احنا اللي عملناه، احنا اللي بنينا الهرم. مش هيعرف يسرق الهرم بقى، فيقول لك احنا اللي بنيته. ايه يا عم ده، انت كنت اياميها رعاة غنم يعني. ده لغايه النهارده العلماء محتاره في كيفيه بناء الهرم. ويطلع واحد زي تسلا يقول كان محطات لتوليد الطاقه الكهربائيه والاناره، ويطلع واحد زي كريستوفر دان يقول لنا اللي كان قطع الجرانيت. مش عارفين لغايه دلوقتي، مش عارفين. طب انت تيجي تقول لي انا اللي بنيته، هو انت حاجه يعني. ف طب احنا عندنا في الحضاره المصريه القديمه حاجه ليها علاقه بالمؤامره؟ طبعا، المؤامرة بتاعت رمسيس ثلاثة. اللي هي هو كان متزوج يعني عدة نساء. وطبعا هم كانوا كل واحدة عاوزة ابنها يمسك الحكم، فكان في واحدة منها ابنها اسمه بنتاور. فتآمروا على رمسيس ثلاثة وقتلوا. وبعد كده هون شكلت محكمة من 14 قاضي وحكمت بإعدام الولد اللي هو بنتاور اللي هو وراء هذه المؤامرة. ولكن الجميل في المحاكمة دهيا أن المحكمة اكتشفت 2 من القضاء كانوا بيروحوا القصر، فحكموا بإعدام القاضيين، فانتحر القاضيان قبل تنفيذ الحكم.
برضو في حاجة لطيفة هنا برضو بالنسبة للحادثة دهيا، المؤامرة دهيا، ان كان في 6 مدارس سحرية في مصر، كان منهم مدرسة في اللي هي دلوقتي كان معبد اسمه معبد إيزيس اللي هو دير المحرة دلوقتي. أيوة. هذا كان في مدرسة سحرية وهي شفاء الأبرص وإقامة الموت. فهما لما مات وقتل رمسيس 3، رمسيس 4 اللي هو الابن الأصغر، فالابن الأكبر قال لا ده أبويا أوصى لي، قالوا طب نصحي رمسيس 3 ونشوف هيشاور على مين. فطبعا هما كانوا كل ده بالمسح بنوسز أو التنويم المغناطيسي الجماعي. فجم بقى الجماعة بتوع مدرسة اللي هي إقامة الموتى دهيا وأقاموا رمسيس الثالث، وطبعا كل ده بالماس هيبنوسيس، قلنا أنت اخترت مين، فأشار بإصبعه ناحية الابن الأصغر اللي هو رمسيس الرابع ده اللي فطبعا اللي هي المؤامرة اللي حصلت دهيا هي طبعا بتستدعي إلى ذهني المدرسة السحرية بتاعت إقامة الموتى، وبتستدعي إلى ذهني العدالة من ناحية المحاكمة. عمرنا ما سمعنا إن محكمة تحكم على 2 قضاة بالإعدام فينتحر القاضيان، يعني ما يدل على إن القانون صحيح. في مصر القديمة كان صحيح. حاجة. طب أنا عندي سؤال أخير يا دكتور. تفضل. والحقيقة برضو عشان ناس كتير قوي سألتني السؤال ده وفرصة إن حضرتك موجود، هو إيه الفرق ما بين الصهيونية والماسونية؟ الماسونية هي أحد أفرع الصهيونية العالمية، إنها أولا دخلت في كل بلاد العالم على أنها جماعة تدعو للأخاء ما بين الأديان جميعا وإلى الحب وإلى المساواة بين الجميع. ولكن كان لهم يعني يقدر يعرف إذا كنت أنت أخ ماسوني ولا لا بأنه هو بيسلم عليك، يقدر يضغط بصبعه ده هو أنا على حاجة في، وكانوا بيساعدوا بعض إلى حد كبير. وكان عندنا هنا متحف كان في شارع عدلي اسمه متحف الشرق الماسوني، عبد الناصر لغاه ومنع حكاية الماسونية دهيا من مصر. فهم في كافة أنحاء العالم، هم جماعة قوية جدا وهي اسمهم The Freemasons، وميسونز جاية من البناء، فالفري ميسونز هم البنائين الأحرار، والشعب كان متقبلهم. وده اللي خد حسن البنا اسمه منهم. نعم. ده اللي خد حسن البنا اسمه منهم. إنه اسمه البنا من البنائين. هو كان اسمه السعاتي. حسن السعاتي زي ما قلنا. وكان بيشتغل في الساعات. يعني حتى طول عمره بيشتغل في الساعات، يعني لأبوه كان ساعاتي. يعني مظبوط. فأخد كلمة البنا منهم هم، وكانوا متقبلين، الشعب كله كان متقبلهم على أساس إنها جماعة تدعو للأخاء وإلى المحبة، المحبة والمساواة بين الناس جميعا، لدرجة إن الملك فؤاد كان عضوا ماسونية. سعد باشا زغلول كان عضوا ماسونية، وفضلت لغاية جمال عبد الناصر ضحك على الناس كلهم بإن هم فري ميسونز وإنهم يدعون للسلام وإلى وإلى وإلى, وإلى الكلام ده كله يعني. لكن المظلة الكبيرة هي الصهيونية. الصهيونية العالمية طبعا. هي دي المصيبة طبعا. ونفرق بينها وما بين اليهود، ويكفي أن اليهود اللي موجودين في إسرائيل الآن ليس هم بني إسرائيل، إنما هم يهود أوروبيون يعتنقون اليهودية، إنما بني إسرائيل هم السامريين اللي هم عددهم كلهم من الأول لآخر لا يتعدى 1000 نسمة اللي هم في جبل نابلس. وحتى كان ياسر عرفات عامل في البرلمان الفلسطيني كرسي الواحد منه. أيوة. وهم والفلسطين أصدقاء جدا، والجماعة السامريين دول مع اليهود أعداء جدا لغاية النهاردة، وأبناء إسرائيل الحقيقيين هم السامريين، إنما دول ما هماش بني إسرائيل، إنما هم أوروبيون من كل أنحاء العالم، استوطنوا الفلسطين، يعني جولدا مائير ما كانت روسية. صحيح. صحيح. يعتنقون اليهودية. وإذا حبينا بقى ندخل أكتر وأكتر مرة تانية نتكلم عنهم، أنهم سلالة القبيلة 13 اللي هو الخرز، وهم دول التتار اللي كان على رأسهم هولاكو
وراحوا ضيعوا، كان لا لا آخر لا لا دي خلفاء. قصة، دي قصة بقى قصة الأسبوع الجاي، الأسبوع الجاي دي قصة الأسبوع الجاي. دكتور وسيم أنا بشكرك شكرا جزيلا، ودايما شكراً. بتنورنا وبتفيدنا وبنتعلم من حضرتك. شكرا جزيلا. النهاردة حصة تاريخ للتاريخ. أيوة شرفتني ونورتني، وشوفك الأسبوع القادم على خير إن شاء الله. شكرا لحضرتك.